إذن مشاهدينا الأكارم، نكون وإياكم وفقرتنا التالية هي فقرة إنجازات. نتعرف وإياكم مشاهدينا على آلية عمل أنه مؤسسة رياحين كربلاء لرعاية الصم. هذه الشريحة التي تحتاج إلى رعاية خاصة وأيضا إلى تعامل خاص، لكون أنه لغة الصم هي لغة الإشارة، مصطلح يطلق على وسيلة أنه التواصل غير الصوتية أو ما يسمى بالتخاطب الغير طبعا صوتي. مشاهدينا، هناك كوادر متخصصة طبعا للتعامل مع هذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة. خلونا إن شاء الله نكون برفقة الأستاذة زينب الطويل من مؤسسة رياحين الصم. نرحب بكم أجمل ترحيب وأسعد الله صباحكم بالخير والعافية. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا. مرحبا بكم، صباح الخير والعافية عليكم. صباح النور، أهلا وسهلا. الله يبارك فيكم. طبعا مباركين لكم اليوم الدولي للغات الإشارة. هذه الشريحة المهمة في مجتمعنا. من منطلق سيد زينب، أنت تعملين في مؤسسة رياحين للصم، حدثينا عن آلية عملكم وكيفية التعامل مع هذه الشريحة. بدء الكلام، طبعا شكرا جزيلا لحضراتكم ونهنئكم بمناسبة ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله صلى وسلم. الله عليه وآله. ونقول كل عام وانتم بخير مناسبة لغة الإشارة. طبعا هذا اليوم احنا بالنسبة لنا يعتبر يوم خاص ومميز، أكيد. لأنه لغة الإشارة بالنسبة للأصم هي حياة كاملة، يعبر عن مشاعره، عن يتعامل ويا أصدقائه ويا المجتمع، ونحمد الله ونشكره على كل حال. مؤسستنا مؤسسة رياحين كربلاء لرعاية الصم، حديثة الإنشاء تقريبا صار لها 3 سنوات لما أنشأناها. طبعا هي تضم تقريبا 500 شاب أصم، وطبعا مع عوائلهم. أكثر العوائل يعني يكون الشاب أصم زوجته أيضا من شريحة الصم، يكون عندهم أولاد، أحيانا أولادهم هم يكونون من الصم، وأحيانا لا، يعني يكون متنوع العائلة. إنجازات أو مشاريع المؤسسة العناية بالشباب الصم وعوائلهم، من ناحية يعني طبعا الاحتياجات المادية أو الاكتفاء المادي. طبعا هو أكثر شيء إحنا الحمد لله والشكر نعتمد على العتبة الحسينية، اللهم يوفقهم، يعني سماحة الشيخ ما مقصر ويانا، اللهم يوفق، الحمد لله والشكر لله. يعني ما يرجعون الناس، يعني أي طلب إحنا نطلب ما يرجعون. وبالنسبة للباقي المؤسسات سواء كانت حكومية أو من الأهالي، هل هناك دعم لهذه المؤسسة أم فقط الدعم يكون من العتبة المقدسة؟ يعني إحنا معتمدين خلينا نقول 80% العفو على العتبة الحسينية. نعم. باقي لا، عندنا فرق تطوعية، عندنا فريق صانعو الأمل أستاذ أسامة هدو، عندنا أستاذ مرتضى الحداد من الداعمين المؤثرين. الحمد لله. طيب سيد زينب، أنه كيفية الانضمام هذه الشريحة إلى مؤسستكم؟ أكيد هناك بعض من الأمور الفكرية التربوية اللي تخدمهم طبعا، اللي يساعدهم أنه مثل ما ذكرتم على التعبير عن مشاعرهم، وهذا صراحة ليس بالشيء الهين، أنه هناك كوادر متخصصة كيفية التعامل. صراحة في السابق لم نشهد هناك ثقافة أنه انضمام هذه الشرائح إلى مؤسسة معينة ممكن أنه تعينها ماديا أو معنويا. هل هناك ترويج معين مثلا، أو قد يكون من خلال أنشطة أو مناسبات؟ لأن صراحة الحمد لله هذا شيء جديد أنه ينضمون إلى مؤسسات معينة. نعم، من خلال طبعا عملنا، من خلال عملي أنا كناشطة مسبقة، ناشطة مدنية، وعندنا عوائل أيتام ومتعففين نرعاهم، عندنا أنشطة سنوية نقدمها. يعني أنا كانت الخطة مالتي إدماج شريحة الصم بالمجتمع، فمن خلال هذه الأنشطة اللي نقدمها مثل احتفالات، برامج ترفيهية، برامج تربوية، الخطة أنه ندمج شريحة الصم من شباب المؤسسة طبعا، أنه يجون لأي برنامج إحنا نحاول نرتبه أو ننظمه، هم يكونون موجودين مسؤولين عن التنظيم. هم ما يكونون فقط أطفال، يعني حتى شباب وبالغين؟ إحنا أكثر شيء إحنا مركزين على الشباب. نعم، بمؤسستنا إحنا أكثر شيء مركزين على الشباب، لكن من خلال الشباب بالتالي نعتني بعوائلهم إذا كان عندهم عوائل متزوجين. جميل. لكن احنا كانت هدف المؤسسة، لانه اني اساسا يعني مثل ما تعرف ست اسراء، اني اولادي صموا بكم، اولادي شباب،
يعانون من تهميش المجتمع لهم، يعانون من حالات نفسية. يعني أنا عندي واحد من أولادي حتى أنه يعني كان يفكر بالانتحار. فإحنا كان هدفنا أنه تنمية هذا الشاب، أنه يكون عنده ثقة بنفسه، أنه يخرج للمجتمع، أنه هو سوي، أنه يقدر أنه اليوم يقدم فتشي. طبعاً عذرا للمداخلة، هذه فد رسالة اليوم إحنا نوجهها للمشاهدين الكرام عبر شاشة مجموعة قنوات كربلاء الفضائية من خلال تجربة الست زينب الطويل. مثل ما نوهت، هي أو بعض من أولادها يعانون من الصمت، لكن هذا الشيء ما خلاها اليوم تندب حظها وتقول ليش أني هيك أولادي هيك، بل جعلها حافز اليوم في المجتمع للاعتناء بشريحة الصم الموجودين بالمجتمع. وبالفعل اليوم هي تعمل في مؤسسة رياحين كربلاء لرعاية الصم. سيد زينب، التحديات اللي واجهتوها اليوم، هل هناك تحديات معينة؟ أنتي مثل ما قلتي احنا اليوم نحاول انضم هذه الشريحة في المجتمع من خلال الفعاليات والأنشطة اللي شاركوها. زين، من خلال هذه الفعاليات والأنشطة هل هناك تحديات معينة واجهتوها؟ طبعا ست، أكيد الموضوع مو بالسهل، يعني أكيد لازم أكو تحديات، أكو صعوبات، أكو صعوبة أنه أنا أوصل صوتهم للمجتمع، أقنع المجتمع بأنه هذه الفئة موجودة، بأنه باستطاعتها أنه اليوم تنجز، باستطاعتها أنه تقدم شيء للمجتمع. الموضوع مو سهل، لكن بمجرد أنه هم يطلعون للمجتمع، يلتقي بهم المجتمع، يشوفون إمكانياتهم، يشوفون شباب مثل الورد ما ناقصهم شيء، أذكياء، مرتبين، مؤمنين، يحبون يقدمون فتشي، يحبون يقولون إحنا موجودين. نعم. أكيد طبعا يكون طابع جدا إيجابي صراحة، بالعكس يتطور الموضوع للأحسن. عفوا على مقاطعتكم. نعم. يعني شوقتونا أنه نتعرف على الأنشطة اللي تقدمها المؤسسة أنه إلى هذه الشريحة بالتحديد. نعم، تقريبا بالسنة إحنا يعني خاص البرامج الخاصة بالصم بالبكم تقريبا 5 أو 6 أنشطة خاصة بهم، لكن على الصعيد العام لا، تقريبا ما يقارب إلى 20 برنامج إحنا نشاطا نقدم بالسنة. من أهم الأنشطة السنوية اللي نقدمها حفل التكليف. التكليف المسبق كان يضم شريحة الصم، يعني بنات المكلفات من شريحة الصوم. حلو. ومن البنات المكفوفات أيضا كان الموضوع كان خاص لهم حفل التكليف، وكان مميز طبعا. ومؤسسة رياحين كربلاء كان لها دور مميز يعني بهذا البرنامج. من الأنشطة المهمة والجميلة بعيد الغدير، الحمد لله والشكر، نسقنا برنامج مع فريق سأصنع ذاتي. طبعا هو فريق مكون من كل المحافظات. بلي، كان البرنامج جدا جميل، وهم كان يضم شريحة الصوم وشريحة المكفوفين، المعاقين بالشلل، متلازمة داون، فكان جدا جدا رائع. يعني كيف يتم التواصل معكم سيد زينب؟ من خلال ستسرع. تدري انه انا يعني الحمد لله والشكر انه عندي مثل تواصل مع الفرق التطوعيه، المؤسسات الفعاله بكربلاء وحتى خارج المحافظه الحمد لله. ف يعني نفكر في برنامج، خاصه انه انا اكثر الافكار من اولادي، من ابني حسنين. يعني قصدي عندكم صفحه معينه على موقعكم؟ اكيد طبعا. نعم ست، نعم عندنا صفحه خاصه بالمؤسسه، مؤسسه رياحين. نعم، صفحتي الخاصه اني يتم التواصل من خلالي، واني انظم الانشطه لهم. تقريبا اني المنسقه لامورهم، لان تدرين هم رئيس المؤسسه استاذ زهير هو من شريحه الصم، فيكون التواصل معه صعب، يعني لازم اكون لغه اشاره. نعم. فاني ماخذه هذه المسؤوليه. الله يعني يبارك فيكم. الحمد لله والشكر صراحه، يعني اني انسق لهم امورهم. بس عذرا للمداخله. نعم. انا استميح المخرج بدقيقه واحده. نعم. اليوم الدولي للغات الاشاره، هل هناك تطور ملحوظ يعني سنه على سنه بلغه الاشاره خاصه للصم؟ لو هي نفس لغة الإشارة؟ لا ست، لا، متطورة دائما. نعم. متجددة لغة الإشارة، ما باقية. حلو. ولهذا أنا اليوم أتمنى يعني أنه أنا أريد أقدم فد مناشدة يعني من خلال برامجكم. إحنا محتاجين كل سنة تقريبا إلى دورة تقريبا تطول فد شهر أو أكثر. نتعلم بها المستحدثات للغة. اللغة مستحدثة كل سنة. قصدكم من الكوادر التخصصية؟ نعم، لها أساليب جديدة. نعم. هذا الشيء شوية أني أعاني من عنده، ما عندنا خبراء لغة إشارة نقدر نعتمد عليهم إنه ينطلنا دورات تنمي الإشارة عندنا. يعني مثلا إحنا بالبيوتات، يعني مثلا
خلي احكي عن نفسي انا، يعني لغه الاشاره اللي عندي مو مستحدثه، مو مثل ما هي موجوده كل سنه. نعم. فهي نحتاج احنا كل سنه لازم الله. نطور ان شاء الله. طبعا هذه رسالتنا تصل للاشخاص الخيرين، وابناء بلدنا هم اهل ان شاء الله لهذه المساله يحبك. خصوصا الكوادر الكفؤه في كربلاء والمراكز الموجوده طبعا اللي تهتم باصحاب الاحتياجات الخاصه. لفت انتباهي صراحه سي زينب، انتم تتحدثون يعني دائما نسمع انه فاقد الشيء لا يعطيه، يعني ذكرتم أنه رئيس أو المسؤول للمؤسسة هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا يدل على أنه الإنسان بالإضافة لأس الزينب يعوض وجنابكم أيضا الصوت. يعني قد يعوض الإنسان بما ينفع أبناء بلده أكثر وأكثر. جزيل الشكر والإمتنان، والله يبارك بكم إن شاء الله، وجزيل إن شاء الله الموفقية أيضا لكل العمل في هذه المؤسسة. إن شاء الله رسالتكم اليوم تصل إلى المعنيين بهذا الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله يكون هناك دورات يعني خاصة تثقيفية بلغة الإشارة في مؤسسة رياحين كربلاء لرعاية الصم. شكرا جزيلا سي زينب. شكرا جزيلا لكم سي زينب. الأستاذة طبعا زينب الطويل من مؤسسة رياحين الصم، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والسداد لكل العاملين في هذه المؤسسة وكل المؤسسات التي تقدم الخير والفائدة والخدمة لأبناء بلدنا.